هو اسمه ايه اللحن ده؟ ده لحن الهيتنيات، ما يطلق عليه الهيتنيات، اللي هو يعني يعتبر تمجيد للقديسة السيدة العذراء وبعض التمجيدات الأخرى. هو اللحن ده بقى فرعوني؟ الألحان دي متأثرة شوية بالفرعوني، لكن في ألحان بالدرجة الأولى متأثرة بالفرعوني، زي مثلا لحن غلغوصة اللي هو ما يطلق عليه الألحان الحزيني. وحضرتك كويس جدا ذكرت فرعوني، لان هو القبطي او الموسيقى القبطيه او الالحان القبطيه لم تصل لهذا الحد او هذا التعبير حتى الايام دي الا بتاثر من ايام التاريخ الفرعوني او الموسيقى الفرعونيه. ممكن تقول لي كان ايه استخدامات الموسيقى في مصر القديمه قبل دخول المسيحيه مصر؟ استخدامات الموسيقى في العهد المصري القديم كانت مهمة جدا، كانت ضرورة من ضرورات، يمكن تعلو فوق الضرورة مع كل المستحدثات الموسيقية والأغاني والطرب اللي موجود، ولكن كانت جزء لا يتجزأ من حياة المصري القديم في التعبد، في التعبير عن الاحتفال، في التعبير عن الحزن، في ملاحقة المتوفي بعد الوفاة لما نسمى التغسيل دلوقتي أو اللي هو التحنيط عند الفراعنة. كانت بتعبر عن موكب الملك، الاحتفاليات مثلا زي احتفال الثلاثيني لعيد تجليس الملك على العرش، الاحتفالات زي احتفالات في احتفال من الاحتفالات اللي هو زيارة الإله أمون للإله أمونيت، كان كل ده مصاحبه بالموسيقى. وكانت الموسيقى بتتمثل في ثلاث صور أو ثلاث آلات رئيسية، اللي هم الهارب موجود لغاية دلوقتي، والفلاوت اللي هو آلة نفخ، والعود اللي احنا ما يطلق عليه العود دلوقتي، طبعا كان واخد اشكال هذه الاشكال، بالاضافه لبعض الالات الايقاعيه زي الدفوف وما يطلق عليه يعني مقارنه باللي موجود في الخورس في الكنيسه اللي هو التريانتو او المثلث الرنان. طبعا الموسيقى كانت بتعبر عن كل هذا الكم من التعبيرات الحسيه، بالاضافه الى ان التاثر الموسيقى والألحان القبطية كان تقريبا واخد خط كبير جدا من المصري القديم، حتى في بعض الألحان بالفعل زي لحن غلغوصة اللي هو لحن الألام في أسبوع الألام في قبل العيد الكبير، بياخد نفس الطبيعة اللحنية، نفس الطعم الموسيقي المستساغ للأذن السمع، نفس الخطوط العريضة لمقامات مختلفة تماما. يصعب، وبعض الموسيقيين العباقرة والكبار جدا اللي حاولين العالم، منهم عندنا في مصر الأستاذ محمد نوح الله يرحمه وناس كثيرة جدا، قالوا أن من الممكن، من غير الممكن بل من المستحيل، قد يكون من المستحيل أن مؤلف موسيقي يجي يألف هذه الموسيقى أو مثيلة لها عشان يركبها على أي تعبيرات أخرى فيما عدا أو بعيدا عن العبادة والتعبدات المسيحية بشكل خاص. ده اللي ادها طبيعة خاصة اللي هي نازلة من الفرعوني على طول، لأن الفرعوني كان مميز جدا. رجوعا للحته اللي حضرتك سالتي عليها، ان المصري القديم كان بيعبر عن كل درجات تاثره في المجتمع المصري القديم بالموسيقى والغناء الاثنين معا، وده اللي اتنقل بنفسه زي ما هو بالظبط للموسيقى. مش هنلاقي موسيقى فقط يعني موسيقى تعبيريه صامه من غير كلمات ومن غير تنغيم وتلحين وترنيم هذه الكلمات الا في الموسيقى المصريه القديمه اللي اتنقلت بنفس الدرجه وبنفس الشكل للالحان القبطيه اللي موجوده في الكنيسه المصريه والكنيسه المصريه بالاخص، لان حول العالم كله لم تاخذ اي كنيسه من الكنائس حول العالم كلها باختلافات ثقافتها وباختلاف، وبالرغم ان الديانه واحده ممكن تكون الطائفه واحده، ولكن الطبيعه اللحنيه اللي اتنقلت للمصري في مصر بالذات لغايه الكنيسه لغايه الالحان القبطيه اللي موجوده جوه الكنيسه بنفس الدرجه على نفس الخط بنفس الميزان للمصري القديم. فالتعبير عن الحالات اللي موجوده او حياتيات اللي كانت موجوده في المصري القديم كانت متلاحمه دائما
متشابكة للتعبير عن الحزن والفرح والتعبد، حتى في بعض الأخطار اللي ممكن تقدم عليها البلد أو بعض الاحتفاليات أو الانتظار لحدث معين، كان كل ده معبر عنه بالموسيقى والغناء. إزاي أثرت الموسيقى الفرعونية القديمة بالكنيسة القبطية المصرية؟ وهل في ألحان زي ما هي لما اتنقلت من الفراعنة لحد دلوقتي؟ أولا الجزء الأول من السؤال ده، هل الكنيسة المصرية أو الألحان في الكنيسة المصرية القبطية اللي موجود في مصر اتأثر؟ وقلنا طبعا بيحدد الكنيسة المصرية بالذات علشان خاطر نزول الموسيقى المصري القديم اللي هي طبعا كانت على أرض مصر، ميز هذه الألحان لما وصلت للكنيسة المصرية فقط ومش كل الكنائس اللي حول العالم، بالرغم أن طبيعة الألحان حتى لو كانت قبطية بنفس الطعم المرتل أو المؤدة مش بنفس الطبيعة اللي موجودة في مصر، ودي طبعا الاعتبارات كتيرة جدا. اتأثرت طبعا الكنيسة والألحان المصرية بالخط الفرعوني الموسيقي على اعتبار أن هذه التعبيرات كانت بتشمل مصر القديم، كان متدين جدا رغم ان العبادات مختلفة جدا وكان فيه هناك آلهة كثيرة، فتعدد هذه الآلهة كان كل إله له مناجاة. على لو اتكلمنا دلوقتي بالأفق الواسع موسيقيا، هنقول ان المقامات الموسيقية دلوقتي زي ما هي بتعبر، اذا كان عندي مقام حجاز او حجاز كورد او نهاوند او صابا او صابا نوا، موسيقيين عارفين اكثر مني دراية طبعا، كل مقام من هذه المقامات كان يعبر عن حالة، وبالتالي كان ممكن كل مقام من دول يعبر عن حالة لإله معبود معين. يعني إله الحربيات كان له هناك مقامات موسيقية لابد أن يرتل أو يناجى من خلال هذه النغمات أو المقامات المعبرة عن هذه الحالة. أما عندنا مثلا إله زي إله النيل، كان المفروض أنه برضو له مقامات أكثر ترجي وأكثر إشراقة وأمل وتمسك بالمستقبل لخصوبة الأرض. عن تأثر الكنيسة المصرية بالألحان القبطية، طبعا تأثرت جدا الألحان القبطية، وهناك ألحان بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي وسألتي، في ألحان وصلت من المصري القديم بنفس الطبيعة وبنفس الطعم إلى أن وصلت الكنيسة المصرية وعليها ترتيل أو ترديم يعبر عن مثلا الحزن والألم، اللي زي لحن غلغصة اللي هو يعبر عن ألام السيد المسيح في أسبوع الألام قبل العيد الكبير. في ألحان فريحي زي في لحن أبقورو اللي اتخذ بالضبط على الآهات والأنات والهارموني أو الفوكال بتاع المصري القديم، زي ما هو بالضبط اتنقل بنفس الطبيعة للكنيسة المصرية، وحاليا حتى الآن بيدرس في بعض المدارس الألحان القبطية عشان خاطر يطعم به أو يغذي الحالة اللي هي الروحانية في ما يطلق طبعا عليه في الكنيسة القداس الإلهي اللي هو الصلاة يوم الأحد أو في أي أيام أخرى للمناسبات في الكنيسة المصرية. إحنا عارفين ألحان الفرعونية القديمة كان سلمها خماسي، إزاي إن في ألحان اتنقلت من الفرعونية القبطية وبقى سلمها سباعي؟ هو بداية المصري القديم كان السلم الموسيقي عنده ساري جدا، بس نزولا على إن هو كان يعني في الأصل المخطوطات القديمة بتقول إن هو كان سباعي، وكان في حاجات تانية بتضاف إلى السلم الموسيقي ولكن دي مش ثابتة لأن محدش عارف يحققها بشكل عملي. وصلت الألحان السلم الموسيقي إلى أنه يبقى خماسي، ثم مع تطور الحركة الموسيقية بعد كده طبعا في أكثر من حد بعد دخول المسيحية في مصر على يد مرقس الرسول، كان في اتجاه من بداية عهد مرقس الرسول بدخول بعض الموسيقات على العبادة أسوة بالحالات اللي كانت موجودة في عند المصري القديم للتعبير عن الحزن والألم والتعبد، الصيام مثلا، الانخراط في تعبير عن ألم معين أو فرح احتفالية، فبدأت المسائل تفرض نفسها في أن السلم يبقى سباعي. لما كان في تأثر قديم بالسلم الخماسي كانت هناك الألحان أكثر جموداً، يعني أيام المصري القديم كان اللحن ما يطلق عليه اللحن المحدد، يعني لا يحتمل أن يكون في مثلا زي ما بنيجي دلوقتي بنعمل شغل الموزعين بتاع الألحان، أو كان ممكن يدي آلة وفي مرة أخرى يصيغ هذا اللحن كله بآلات، الآلات تختلف التوزيع، في الفرعوني مش ممكن.
هذا الجمود هو كان جمود، ولكن ليس جمود سلبي، هو كان جمود ايجابي اللي هو صعب بعدي. وقالوا عندنا الموسيقيين ان الى ان وصل للكنيسه المصريه في الالحان القبطيه ان هو يستحيل ان حد يعمل هذه التوليفه الموسيقيه والتاليف الموسيقي ويحطه على حاجه تانية تعبر عن شيء تاني غير التعبديه المسيحيه، واذا ضيقناها اكتر الارثوذكسيه للكنيسه المصريه اللي طبعا على خط مرقس الرسول اللي هو كان الكاروز في الديار المصريه. السلم الموسيقي بعد كده أضيف لي، مش عايزين نقول إن هو تسهيلا، لكن هي شيء فرض نفسه لأن الجمود الفرعوني كان في اتجاه تعبدي آخر، ما كانش بيقول مثلا الإله الواحد، ما كانش بيقول معتقدات معينة أو صيام، لم يشهد عن الفراعنة إن هم مثلا كان في صيام بشكل محدد جدا أو بشكل بات على المخطوطات، ولكن كان هناك بعض الإزلالات النفس، يعني كان فيها بعض العقابيات أكثر منها تعبدات، يعني بزيل لنفسي بعاقب نفسي. في ناس بتعتقدها أنه هو عقاب للنفس، هو مش عقاب للنفس أكثر من أنه هو إذلال للنفس. وهذه الموسيقى جت لتعبر عن هذه الحالة، طبعا زي التسبيحات الكيهكية اللي هي على شهر كيهك، والصيامية دي اسمها كده، وطبعا الفريحي والحزين، كل الكلام ده معبر واخد من الفرعوني، ولكن كان لابد أن يضاف ويكون السلم سباعي بدل الخماسي عشان خاطر يعبر عن، عايز أقول، روح أخرى من الروحانيات أو التعبدات المختلفة عن الخطوط التعبدية المختلفة طبعا على اعتقاد المصري القديم أنه هو بيعبد الشمس، بيعبد إله الحربيات، إله النيل وهكذا. طيب لما دخل العرب والإسلام مصر حصل تأثر وتبادل ما بين الجهتين؟ إلى حد كبير كان في، يعني هو حصل تأثر، ولكن إلى حد كبير هذا التأثر وقف عند حدود. مش عايز أقول إن من طبيعة المصري من أيام المصري القديم هو مصري متدين جدا، متدين جدا، متمسك جدا إذا كان بديانة أو بالعقيدة نفسها أو بالطائفة حتى لغاية الطائفة. ولكن التأثر مع دخول الإسلام، يعني الإسلام دخل يعني من أيام مصر القديم، يعني لم يتأثر الإسلام مثلا بالتاريخ الفرعوني أو بالموسيقى الفرعونية عشان خاطر تنزل معه نزولا إلى، بالرغم ان المسيحية طبعا سبقت، ولكن التأثر من الموسيقى المصرية القديمة إلى الألحان القبطية ثم لبعض الأشياء اللي ممكن احنا بنقول عليها المقامات الشرقية الصرفة اللي هي بنسميها بالبلدي أو بعلم الموسيقى الشجن، يعني الموسيقات الشجنية أو التي تدعو للشجن، والبعدية التأثرية اللي هي الحزينة اللي احنا بنقول عليها فيها شجن جامد جدا، دي اللي ممكن تكون خدت من هذا الخط وصبت في هذا الخط طبعا جنبا إلى جنب، جنب الموسيقى المتأثرة، الموسيقى العربية المصرية بالدرجة الأولى والتركية. الاثنين دول هما لو حضرتك سمعتي مقطوعة من هنا أو مقطوعة من هنا على المقامات هتلاقي المقامات متشابهة شوية اللي هو الشرقي، وبالذات المقامات اللي تخص الشجن اللي هي في النهاوند وصبا النوى، الحاجات اللي هي فيها حزين أكتر أو شجن أكتر، فتأثرت طبعا الجهتين بالموسيقى، ولكن لم تتأثر الموسيقى القبطية بالشرقي أكتر، يعني ما تأثرتش، احتفظت بكيانها زي ما هو، بدليل ان الالحان القبطية اللي مثلا نزلت عن الفراعنة لو كانت تأثرت كانت تغيرت تماما او تغيرت بعض الشيء، ولكن الثابت عمليا ان الالحان كما هي، بالاضافة لبعض الالحان اللي بتضاف من خلال بعض العالمين باللغة يعني القبطية، بتضيف اليها بعض الكتابات دلوقتي زي ترانيم للاطفال اللي هم لسه بيتعلموا الالحان، وبتضاف اليها بعض التعبيرات حتى في الدروس اللي هي بتتعمل للغة القبطية اللي هي طبعا بترتل على الألحان القبطية، بيكون فيها بعض التعبيرات اللي ممكن زي كلمة أوجاي اللي هي مع السلامة، لا أوجاي خانب شويس، يعني مع السلامة ربنا معك، ده بالنسبة للغويات دي لو اتحطت دي كلها ولحنت لابد وأن تلحن، شوف بقول لحضرتك لابد وأن تلحن على نفس الخطوط الموسيقية القبطية النازلة عن الخطوط الموسيقية للمصر القديم، نفس الطعم ونفس اللون. فالتأثر زي ما قلت حضرتك باختصار كان بين الجهتين، ولكن الموسيقى الشرقية قد تكون تأثرت من المصر القديم شوية في حد ذاته من غير التسلسلية دي، وخدت
شوية من الموسيقى القبطية، ثم الموسيقى القبطية تأثرت بعض الشيء اللي هم زي ما قلت حياتك الذي أضيف على الخماسي وبقى سباح. بس احتفظت بكيانها. ولكن احتفظت بكيانها، وإلا بعض الترانيم اللي في الفترة الأخيرة بدأ بعض المرنمين مع استحداثات العصر طبعا يستخدموا الآلات الحديثة والكلام ده كله، ده أطفى في التوزيع أو تناول الآلات أو العزف أو التلحين نفسه، شيء مختلف تماما. يعني قد يكون قريب جدا من التعبير، مش هنقول الغنائي، لكن التعبير الإنشادي أو الترنيمي الحديث اللي هو زي الإنشاد الديني وكده. في حاجة جميلة جدا اتفرجت عليها من فترة في التلفزيون، كان في برنامج جميل جدا كان جه بعد الثورة، بأن في ميكسنج جميل قوي ما بين فرقة إنشاد ديني وفرقة خورس مسيحي موجودة. أنا مش متذكر بالضبط الحلقة، كانت تقريبا مع أحد المذيعات أو أحد المذيعين، مش متذكر بالضبط، ولكن كانت حلقة من أروع الحلقات، لأن كان قد إيه اللي حضرتك سألت عليه ده، كان مبلور كله في حلقة واحدة. الخط المتشابه، الروح الجميلة، حلقة الوصل أو الحلقة اللي ماسكة في السلسلة كلها، اللي بتربط ما بين الاثنين، الألحان القبطية الصرفة والإنشاد الديني المتأثر بالمجتمع العربي والمجتمع التركي، إذا كان الموسيقى ليها طابع شجن أكتر. فكانت توليفة جميلة جدا، ممكن أنا وكوية نظر شخصية أقول عليها أنها واخدة لون ثالث، كان أضاف بهجة وروح جميلة لكل اللي اتفرج على الحلقة دي وأنا واحد منهم. هل نقدر نقول أن الكنيسة القبطية المصرية اتأثرت في اختيار المعلم بالحضارة المصرية القديمة؟ هو في ربط مهم جدا ما بين الاختيار الموسيقي. احنا قلنا في المصري القديم، في العهد المصري القديم كان الموسيقي او من مسؤول عن تأدية الموسيقى او زي ما بيقولوا تجميع هذا العلم او استقاء هذا العلم وبعد كده توصيله. كان طبعا معروف عن الكنيسة القبطية المصرية في انحاء مصر كلها ان المعلم او المعلم كما يطلق، يعني المعلم او المعلم، في منهم كتير جدا بيبقى مش اختيار من الكنيسة ولكن اتجاه كده، يعني سبحان الله بيبقى اللي هو الضرير او الكفيف البصر. من ايام مصر القديمة عندهم اقتناع عالي جدا بان مكفوف البصر عنده تركيز شديد جدا يساوي ويوازي الشخص الطبيعي اكتر من 20 مرة في التركيز في النغمة الموسيقية واللحن الموسيقي والتأملية، اللي طبعا وانا مفتح عيني ممكن تاخدني اي حاجة اسرح بالضبط كده، فازهب في مكان تاني او اسرح بالبلدي، فممكن تروح مني شوية حاجات، ممكن اتشتت. لكن حتى لما باجي احنا في العام يعني ما بنيجي نركز كويس جدا في اي حاجة، بنغمض عينينا نسمع جملة او قطعة موسيقى تعجبنا بنغمض عينينا، لان انا يعني مستحب جدا عجباني جدا الجملة الموسيقية دي، فعايز اسمعها وانا مركز فيها قوي. فالتركيز حتى لما باجي اذاكر، حتى اللي بيذاكر لما بيجي يذاكر بيقول الجملة ويغمض عينه ويقول الجملة مرة تانية. فلقوا من ايام المصري القديم ان هذا التركيز القوي جدا بيكون مع الشخص اللي هو فاقد البصر اكتر من الشخص الطبيعي، ولذلك تلاقي في الكنيسة القبطية المصرية كتير جدا من المعلمين او المعلمين للألحان القبطية مكفوفين البصر، ويكونوا بارعين جدا ورائعين جدا في توصيل، حتى في ترتيل وتوصيل. إذا كنا قلنا لو هنقول إن الموهبة طبعا بتاعة الصوت الكويس من عند ربنا حتى لو حد مدرب، ولكن بتكلم على التركيز في اللحن وحفظه بكل درجاته عشان خاطر على الأقل إن لم يرنمه بصوت رائع جدا فهو يؤديه بشكل ممتاز ويوصل هذه المعلومة للتلامذة اللي بتتعلم أو بتاخذ هذا العلم عنه بشكل أكثر من ممتاز. تأثر طبعا مصر القديم بهذا الشكل، وبعد كده اتنقلت عبر الزمن كله بأن الكفيف البصر هو أعلى طاقة وقدرة على استيعاب وزي ما بيقولوا بالبلدي كده شرب والتشبع بهذه الألحان القبطية بالذات عشان خاطر يؤديها بعد كده. كان نلاقي حتى بعض المجموعات اللي بتاخد هذه العلوم اللحنية القبطية على يد المعلمين مكفوفين البصر، طبعا مش تقليلا من الناس اللي عندهم بصرهم طبعا، ولكن أعلى كثير جدا قدرة من ان هو يتشتت، فبيكون أعلى قدرة من ان هو يوصل المعلومة
ويرنم هذا اللحن بلا نشاز واحد في أي درجة من درجات اللحن أو قسم من أقسامه.